هلا وضح، هلا وضح، السلام عليكم. معكم عبد الله المكاوي من مدينة الجديدة. أول حاجة رمضان كريم الشعب المغربي والأمة الإسلامية كاملة. بالنسبة لموضوع الرياضة واللي هو واحد الموضوع كيتثير فيه واحد الجدل بخصوص في هذا الشهر الكريم، بزاف ديال الناس كيقول لك لا لا ترينيتي بزاف ما مزيانش، انك كتحرق بزاف، كتعطش بزاف، انك تخرج على لوكور ديالك. وكاين واحد الفئة اخرى كيقول لك لا الرياضة مزيانة، الرياضة تكون صعيبة في الاول، خصك تشد غير الريتم ديالك. هلا واضح، معكم ايوب قديوي، مدينة الجديدة، 28 سنة، كوتش سبورتيف. انا مع ممارسة الرياضة في شهر رمضان، ولكن كتبقى بالنسبة لكل واحد وشنو النتيجة اللي باغي يوصل لها. بالنسبة للناس اللي باغين يطيحوا الدهون، من الاحسن يترينيو قبل الفطور. اما الناس اللي باغين يزيدوا الكتلة العضلية او يحافظوا عليها، جو بريفير يترينيو حتى مورا الفطور، وقبل الفطور ما يكونش بوقت مبكر، يكون قبل بواحد ساعة. وفي التمارين الرياضية نحاول نتجاوز من نص ساعة حتى 45 دقيقة الماكسيموم. اللي غتجيك صعيبة في ممارسة الرياضة هي اللي ما نعسيش مزيان ولا ما شربتيش الماء بالقدر الكافي. هادو هما الحوايج اللي يقدروا يخليو النهار يدوز عندك صعيب شوية في لونطريمون. بالنسبة للفضاء الخارجي مزيان، الناس اللي باغين يترينيو كارديو، بالنسبة اللي غيمارسوا الكارديو من الأحسن يترينيو على برا. أما الناس اللي باغين يحافظوا على الكتلة العضلية خاصهم ضروري أوزان، لهذا من الأحسن يكونوا الصالات الرياضية هما اللي يترينيو فيهم من الأحسن. كنقول للناس أنهم يتشجعوا يمارسوا الرياضة، ما يعكزوش، ويحاولوا ينظموا الأكل ديالهم، يأكلوا أكل صحي، ويبعدوا من السكريات، وينعسوا مزيان، ويحاولوا يشربوا القدر الكافي ديال الماء اللي هو 3 لتر على الأقل. أنا مع ممارسة الرياضة في رمضان، زعما كتخلي الواحد يكون اكتيف، تكون صحته مزيانه. صراحه حتى حاجه مصعبه، ولكن في رمضان كتكون شويه معك، يكون خاصك توجدي الفطور، تخرجي من الخدمه، تقداي وهذا، ولكن كتخصي ضروري الوقيته ديال السبور. يا على حساب صراحه، كل حاجه بحلاوتها، الفضاء الداخلي عنده حلاوه ديالو. بالنسبه للفضاء الخارجي حتى هو بحلاوته، انك كتلعب في واحد الحيز اللي كيخليك تستنشق واحد الهواء نقي، سورتو الا كنتي كتريني في الغابه او على شط البحر كما كنقولوا، تتريسبيري 100% الاكسجين وتتخرج 100% CO2، تتخرج مع واحد ستريس، تخرج مع الانرجي النيجاتيف. كننصح الناس باش يمارسوا السبور في رمضان، خصوصا في رمضان، كيف ما كتعرفوا ان في الفطور كيكون مليء بالاطعمه اللي كيكونوا فيها الدهنيات السكريات، دونك من الاحسن يبقى عندنا واحد التوازن.